وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساء أمس إلى مكة المكرمة قادما من جدة لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام. وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة. كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن حميد والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السليم.